تمرين من 5 حركات. أول حركة تحتاجين وزن عالي تثبتين على الأرض ووزن خفيف تمسكين بيدك. اللي تثبتين على الأرض حطي بيد واحدة على راحة على رأس الذقن راحة اليد. رجعي رجل للخلف واليد المعاكسة مديها للأمام، وابدأي رجعي يدك باتجاه كتفك ورجلك جنب الرجل الأخرى. خذي شهيق زفير واستمري بهذه الحركة. لاحظي الظهر مستقيم والرجل تروح للخلف لين ما تستقيم، بعدين ترجع على أطراف الأصابع. الرجل الأمامية مثنية قليلا وثابتة. وابدأي خذي شهيق زفير. عندك 32 عدة لكل قدم. When you gonna stop breaking my heart? استرخي. الحركة الثانية بدل الاتجاه، رجل للخلف مستقيمة، يد للأمام مستقيمة، رجع اليد والرجل. في الحركة اللي بعدها خلي أوزان متوسطة، حطي راحة قدم على ركبة، سوي جلوس وانقباض للعضلة الأمامية للذراع. الحركة هنا تحتاج توازن، فحاولي إن الثقل يتناسب مع توازنك، يعني مو أنت فاقدة التوازن تاخذين وزن عالي، خفضي الوزن شوية. ستاشر عدة. أحسنتي، الآن تبدي الاتجاه. 16 عدة. شهيق زفير. حركة الركوع مع شد الأثقال للأعلى، ركوع رفع الأثقال للأعلى، سحبها للأعلى. لاحظي أن الأكواع تكون بارزة من الجانبين ما هي باتجاه الجسم. كوني هادية، خذي شهيق زفير. أثناء الركوع تأكدي انك تحسين بالفخذ الخلفي، ان بطنك مفتوح، اكتافك مرتخية ومفتوحة، صدرك مرفوع وظهرك مستقيم وركبتك في مكان امن ما هي مضروبة للخلف. احسنتم، شهيق زفير شهيق زفير. رح ناخذ 16 عدة. الآن فقط الجزء العلوي، فقط سحب، سحب باتجاه الصدر أيضا 16 عدة. خذي شهيق زفير. تأكدي أكتافك مرتاحة. أحسنتي، الآن فقط بس ركوع، انزلي ووصلي لحد الركبة وانزلي، يعني لا تطلعون طلوع كامل، نزول صعود لحد الركبة وبعدين انزلي، رح تحسين بالظهر السفلي وتحسين أيضا بالفخذ الخلفية. تأكدي أن ظهرك مستقيم ومرتاح. 16 عدة. Body's too old for working.
أحسنت. الحركة اللي بعدها الذراع الخلفية مع المؤخرة، ثبتي ركبك في خط مستقيم مع المؤخرة، ريحي يدك، يد للأعلى مع راحة قدم للأعلى. لاحظي أني سحبت الثقل لما وصل للخصر، بعدين فقط فتحت الساعد، نفس الوقت دفعت براحة القدم للأعلى، دفعت براحة القدم للأعلى مع كل فتحة ثقل، ادفعي براحة قدم للأعلى 16 عدة. الآن اهتزاز، خلي ركبتك شوي فوق وثقلك للخلف، لما ينزل ينزل بشكل بسيط، ما ينزل بشكل كامل باتجاه الخصر، وضغط على الذراع الخلفية مع المؤخرة. أحسنتم. الحركة التالية، امسكي يدك، بدل الاتجاه بالأثقال وبالقدم، ارفعي الثقل باتجاه الخصر، ابدأ يفتح الساعد وادفعي براحة القدم، هذا شيق زفير. 16 عدة. يلا هز 16 عدة، هز ركبة لا تلمس الأرض، والأثقال لا تجي باتجاه الخصر، للخلف للخلف للخلف. 16 عدة. الحركة الثانية والأخيرة، جلوس مع شولدر بريس. جلوس، أول ما تجلسين حطي أثقال على الأكتاف وارفعيها الأعلى 3 مرات، بعدين ريحي. اجلسي أثقال فوق أكتافك، ارفعيها وادفعيها 3 مرات، ارتاحي واجلسي. أحسنتم. راح نسوي 6 جولات لهذه الحركة أو 6 تكرارات. أجلس أثقالي فوق أكتافي، أدفع الأعلى 3 مرات، أرتاح. أجلس أدفع أثقالي الأعلى 3 مرات، بعدين أرتاح. لما أرتاح يعني أوقف وأكون مرتاحة. سنتم 6 جولات. حركة تالية، بس حركي الأثقال بتغيير التكنيك، امسكيها أمام الصدر وافتحيها للخلف من الجانبين، بعدين أغلقيها. اجلسي أثقالك أمام الصدر، افتحي 1 2 3، أغلقيها وارتاحي وقفي. أثقالك أمام الصدر، افتحي 1 2 3، ريحي وقفي. أحسنتم. 6 مرات. على آخر تمرين. أحسنتم، برافو عليكم. كده والله الحمد خلصنا تمرين اليوم. اسحبي يدك من فوق الصدر، سوي تمدد، بدل الاتجاه الآخر. وسعي بين رجولك، رجل اتكي عليها بجسمك، رجل خليها ممسوسة، ارفع يد للأعلى. سنتي انزلي باتجاه الأرض، ارفع يد بنفس اتجاه القدم الأمامية الأعلى، ريحي، خليك للمنتصف، خذي شهيق عميق لأعلى، بعدين انزل الأسفل ورجولك مستقيمة، حسي بإحساس الفخذ الخلفي، غيري أطراف أصابع إيدينك للخلف، خلي إيدينك ممدودة. سنتي الآن روحي باتجاه القدم الثانية، أما القدم الأخرى تكون ممدودة، يدك الأعلى مع النظر، وجهيها للأرض، غيري اتجاه جسمك للجانب، ارفعي يدك للأعلى بنفس اتجاه القدم الأمامية، ريحي. أحسنتي، اصعدي الأعلى، خذي شهيق عميق، اسحبي إحدى الإيدين للجانب، بعدين بدل الاتجاه. آخر شيء أغدق رجولك، وكذا خلصنا التمرين.